Glasgow Rangers بنودابي الدنماركي في الدور الاوروبي الجوله الثالثه وان شاء الله كيفاش ينهزم بهدفين لصفر امام غلاسكو رونجرز الاسكتلندي. يعني ان شاء الله كيفاش ليون الذي سجل الهدف في الشوط الاول، يعني وين المباراه تلعبت في الاهداف تلعبت في الشوط الاول، يعني ان شاء الله كيفاش غلاسكو رونجرز وين سجل في الدقيقه 18، يعني ليون الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه 18، شأنك كيمارا روبي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 32، يعني وين المباراة كانت شيقة، مباراة كانت نقولوا بلي خاصة في الشوط الثاني وين غلاسكو رونجرز ما عطاش ولا فرصة لهذا النادي الدنماركي، يعني ما خلالوش ما عطاش ولا فرصة ما خلوش ينظموا الصفوف تاعهم خاصة في الشوط الأول وين سجل عليه هدفين. يعني شأن كيفاش آلين يعني في الحراسة، شنا بينارد شنا ليون مسجل هدف، جيمس كونار جاو شنا جون شنا ستيفان يانيس هاجي شنا الفاردو كام كيمارا روفي المسجل الهدف الثاني، يعني بدون تغييرات نقولوا بدون غلاسكو رونجرز اللي لعب، يعني المدرب اللي ما دارش ولا تغيير في هذه المباراه اللي لعب خطه يعني 4-3-3، شان النادي الدنماركي اللي لعب خطه نقولوا خطه دفاعيه، لعب نقول ما لعبش خطه دفاعيه، لعب 3-5-2، يعني يحاول يفتح اللعب لكن بدون جدوى. شنا اندرياس شنا كيفاش نقولوا اندرياس انيس بن سليمان اندريا شنا كيفاش وين جوزيف يعني كان في الاحتياط وين تغيير واحد، يعني كانت نقولوا باللي المباراه مباراه اللي كانت في صالح غلاسكو رونجرز خاصه في الشوط الثاني، وين نقولوا رغم ذلك وين بورناندا باي النادي الدنماركي والحارس تاعو اللي لعب دور كبير يعني خاصه في الشوط الثاني انقذ المرمى تاعو. هذه هي الجوله الثالثه غلاسكو رونجرز هدفين للنادي الدنماركي برناردو باي 0 في الدور الاوروبي.